السلام عليكم يا دكاترة، هنكمل على المحاضرة اللي فاتت ان شاء الله. معلش كان المفروض نكمل الاسئلة كلهم في المحاضرة اللي فاتت بس الريكورد قطع. فهنكمل. نبدأ اول حاجة، احنا عايزين نعرف ايه عن الاسيتايلكولين. احنا عايزين نعرف عن الاسيتايلكولين الديترمينانتس بتاعته، عايزين نعرف بيحصل له سينثيسيس فين، ستورج فين، الريليز والبايندنج، وازاي بيحصل له دي اكتيفيشن. تمام. وبعد كده هنعرف الباسوي والبروجكشنز بتاعته، انواع الريسبتورز بتاعته بتكون موجوده فين، وايه الميكانيزم بتاعت شغلها، وكمان نعرف الفانكشن هو بيشتغل ازاي. تمام. نبدا بالنسبه للاستايلكولين. الاستايلكولين البريكورسر بتاعته اللي هي المواد السبستانس اللي بتدخل في تكوينه هي الكولين والاستايل كو اي. والقلي الاستايل كو اي دوت بيكون موجود برده جاي من الكريبت سايكل، في عمليه جاي من الجلوكوز، يعني مصدر الجلوكوز. طيب اللي بيخلي عملية اتحاد الكولين والاستايل كو اي عشان يعملوا استايل كولين بيتم تحفيزها بانزيم اسمه اسيتايل ترانسفريز. يبقى احنا كده لقينا السبستانسز. من احنا قلنا عملية السينثيز بتبقى محتاجة المواد الاولية، محتاجة انزيمز، محتاجة انرجي، محتاجة ترانسبورتر عشان نعمل استورج. فاحنا عندنا عشان خاطر بعد ما كوننا خلاص الاستايل كو اي بالانزيم اللي هو اسمه قصدي الاستايل كولين بالانزيم اللي اسمه استايل ترانسفريز، عايزين بقى ندخله الفيزيكلز بتاعته ونعمله تخزين. فبيتم التخزين بتاعه عن طريق ترانسبورتر اسمه فيزيكولر استايل كولين ترانسفريز، البي اي تي ديت اللي هي فيزيكولر استايل كولين ترانسبورتر. الترانسبورتر عشان يستورد يحصل له ستورج في الايه، في الفيزيكلز بتاعته. لما يجي بقى اكسايتيشن للنيرف اللي هو متخزن فيه الفيزيكال اللي فيها الاستايل كولين داون، تبدا تدخل كالسيوم جوه الاندس بتاعه النيورون، فتبدا تخلي الفيزيكلز ديت ترابشر، تمسك فيه الممبرين بتاع النيورون زي ما قلنا في المره اللي فاتت. وبعد كده بعد ما بتمسك فيه الاثنين بيفتحوا على بره ويربشروا وتخرج الاستايل كولين في السينابتيك كليفت. بيروح لفين؟ بيروح للبوست سينابتيك، بيكون عليها ريسبتورز، بيروح يمسك في الريسبتورز دي. واحنا قلنا ان الريسبتورز بنسميها باسم النيورو ترانسميتر اللي بيشتغل عليها، فهنا بيشتغل عليها استايل كولين، هيبقى اسمها كولينرجيك ريسبتور. تمام. احنا خلاص الانزيم ده طلع واشتغل وعمل شغله، فانا عايزه خلاص اوقف الشغل بتاعه دوت، فهعمل له اللي هو دي اكتيفيشن. احنا كان عندنا 3 طرق للدي اكتيفيشن. كان في ديفيوجن بيروح للخلايا الجلايل سيلز المجاوره، كان بيبقى بالانزيمز تيجي تكسره او يحصل له ري ابتيك في نيورونز تاني. هنا الاسيتايل كولين بيتم اعمال الدي اكتيفيشن بتاعه مينلي بالكولين استريس، بالانزيم، بالتكسير بالانزيمات، بيتكسر بالكولين استريس، ومن نواتج التكسير بتاعته بيطلع الكولين تاني اللي هو كان مكونه اصلا. الكولين ده بيروح فين؟ قال لي ان الاند بتاع النيورونال اند دي بتكون لها هاي افينيتي ان هي تدخل الكولين جواها، بس بتدخل الكولين بس، لا بيكون معاها صاحبه الصوديوم. لو ما فيش صوديوم يبقى الكولين مش هيدخل، فديت اللي هي بتكون عمليه صوديوم ديبندنت. دي بالنسبه اول حاجه اللي هي الديترمينانتس بتاعت الايه، الاستايل كولين. نيجي نتكلم عن البوث ويز بتاعه الاستايل كولين. عندي 3 بوث وي للاستايل كولين. اول حاجه بيكون موجود في البيزل فور برين، والبيزل فور برين ده بيكون موجود في حته فيها بالظبط، في حاجه اسمها نيوكلياس بيزاليس او النيوكلياس بتاعه المينرت. والنيوكلياس بتاعه المينرت ديت، عشان النقطه دي ممكن تيجي ام سي كيو، ان هي بيكون فيها اللارجست كونسنتريشن من الكولينرجيك نيورونز. يبقى اللارجست كونسنتريشن من الكولينرجيك نيورونز بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في النيوكلياس بيزاليس او النيوكلياس بتاعه المينرت اللي بتكون موجوده في البيزل بيزل فور برين. تمام. وقالوا ان احنا لقينا فايندنج لما كشفنا على عيان الالزهايمر ده، لقينا ان النيوكلياس ديت حاصل فيها ديجنريشن. تاني مكان هو البرين ريتيكولار فورميشن، برين ستيم ريتيكولار فورميشن، بيبقى كومبلكس على بعضه كده اسمه بونتو ميزينوسيفاليك ميزينوسيفالو تيجمنتال كومبلكس، بيكون طالع من الصلمس ومن البرين ستيم ومن البيزل فور برين. واحنا عارفين ان الريتيكولار فورميشن ده هو اللي بيكون مسؤول عن مدى الادراك او مدى الوعي او اليقظه عند الانسان. يعني الانسان لما بيصحى الصبح بيبقى الريتيكولار فورميشن ده حاصله ستيميليشن، لما بيبقى نايم يبقى الريتيكولار فورميشن ده حاصله انهيبيشن. فبيبقى الانسان صاحي الصبح نشيط، عايز يغسل وشه، عايز يروح كليته، بيذاكر، بيعمل ده لما يبقى الريتيكولار فورميشن. فلما يبدا يحصل مشكله في الكولينرجيك نيورونز اللي موجوده في الريتيكولار فورميشن ده، فيبدا يحصل انهيبيتوري افكت عليها في الووكينج ستيت. الشخص ده صحي
لا عادي يقوم يغسل وشه، بيقعد بالاسبوع مثلا ما يغسلش وشه، مكتئب، ما بيروحش كليه، ما بيذاكرش، فهو ما حصلش حاجات جديده في الديزيز ده، لا هو بس الاكتيفيتي اللي كان بيعملها ما بقاش قادر ان هو يعملها. وفي اخر حاجه اللي هو الكولينرجيك انتر نيورونز بتكون موجوده في الكوديت والبيوتامين. انواع الريسبتورز عندنا نوعين، اتنين من الريسبتورز بتكون موجودين في الكولينرجيك في الكولينرجيك ريسبتورز نوعين، عندنا نيكوتينيك وماسكارينيك. الماسكارينيك دي ليه سموها ماسكارينيك او ليه تقسموا كده؟ قالي لان الماسكارينيك ريسبتورز دي لانها بيحصل لها استيميوليشن، بماده اسمها ماسكارين بتكون جايه من الطحالب، اما النيكوتينيك بيحصل لها استيميوليشن بسمول دوزز من النيكوتين وانهيبيشن بلارج دوزز من النيكوتين. نوع او الميكانيزم اللي بيشتغل بيها كل الريسبتورز، النيكوتين بيكون رابت بيشتغل بالايونوتروبيك ليجاند جيتد ريسبتورز اللي هي مجرد بتبقى كده تمام ومقفوله من تحت، ويجي الريسبتور يفتح من فوق تقوم هي مفتوحه من تحت. اما الماسكارينيك ميتابوتروبيك اللي هي بتكون جي بروتين لينكد او بتكون سكندري ميسنجر، ودي بتكون سلو شويه. السب تايبس دي بتكون ان ام وان ان، الان ام ديت اللي هي نيكوتينيك ماسكارينيك او ماسكولار، قصدي نيكوتينيك ماسكولار، بتكون النيكوتينيك ريسبتورز موجوده على الماسلز بتكون بين النيرف والماسل، او نيكوتينيك نيرف اللي هي بتكون بين النيرف والنيرف، دي بتكون موجوده في البرين ومنها برضو في الجانجليونز او المظله بتكون في البريفرال. الماسكارينيك ريسبتورز بقى قلنا ان هي بتكون جي بروتين كابلد ريسبتورز، بيكون منها 5 تايبز. الاماكن بتاعتها هنلاقي موجوده البرين بيكون مشترك في كله، ماشي، يعني البرين موجود في كله. الام واحد مع البرين هنلاقي اوتونوميك جانجليا وجلاندز، الام اتنين هنلاقي مع البرين في هارد، ام تلاتة مع البرين هتلاقي سموز ماسلز وتلاقي جلاندز ونلاقي الاندوثيليوم، ام اربعة في البرين بس، ام خمسة هنلاقيها برين وسليفري جلاندز وسموز ماسلز. فالمهم ان هم كلهم بيكونوا موجودين في البرين. والاماكن التانية دي نبص على الاماكن التانية دي كده يعني، بس نبقى عارفين ان هم كلهم موجودين في البرين، وديت الماسكولار. طيب نيجي بقى نتكلم عنهم بشكل سبيسيفيك في البرين، دي المعلومات اللي تهمنا. ان الام واحد هي بتكون الموست اكسبريسد في البرين، يعني اكتر ماسكارينيك ريسبتور في البرين هو مين؟ هو الام وان. طيب بيبقى موجود فين؟ بيكون موجود في الكورتكس والهيبوكامبس والاسترياتم. طيب بيكون له دور ايه؟ قالك بالفارماكولوجيكال ايفيدنس ان هو مثلا لما كانوا بيدوا ادويه تعمل استيميليشن للام واحد او تعمل انهيبيشن للام واحد، لقينا بيكون لو عملت استيميليشن بيكون التاثير كويس قوي على الميموري والسينابتيك بلاستيستي، لو قلت عن لو عملنا لها انهيبيشن هيبقى لها تاثير سلبي على الميموري وعلى السينابتيك بلاستيستي. احنا قلنا في الجلوتامات المره اللي فاتت حوار يعني ايه ميموري ويعني ايه سينابتيك بلاستيستي، قلنا الميموري اللي هي لونج تيرم بوتنشيشن، ان انا بدخل معلومه بتكون بشكل ريبيتيتيف على مدى طويل، فيحصل المعلومه دي بتتثبت جوه عندي، عقلي بيعمل لها اناليسز وبيكون فاهمها كويس وبيبقى سهل ان هو يعمل لها ريكول. اما السينابتيك بلاستيستي دي بتبقى درجه اعلى شويه من اللونج تيرم بوتنشيشن، ان انا المعلومه دي خلاص خزنتها وعملت لها اناليسز وفاهمها، وكمان بيحصل سهل ان انا اعملها ريكول، لا كمان ان انا ممكن الاقي اضيف عليها ادخلها في حاجه جديده اللي هي حاجه الابداع. فلقينا الام 1 بيكون لها افكت على الميموري وعلى السينابتيك بلاستيستي دي. الام 4 بتكون موجوده فين؟ الام 4 موجوده في الهيبوكامبس والكورتكس والاسترياتم والثالاموس والسيريبيلا. قال لي ان عندي حاجه اسمها سترايال ام 4 ريسبتورز بتوبيز ذا افكت بتاع الدي 1 بتاع الدوبامين receptors and have been implicated، بيكون لها يعني دي بتكون تارجت بقى ان انا لما بيحصل اكسجريشن افكت مثلا بتاعه الاسترايل ام 4 دي بندي دوبامين يعكس الاكشن بتاعها فبيشتغل كانتي كولينرجيك او في الانتي باركنسونيزم. الام و ام 2 وام 4 بيكونوا بري سينابتيك ريسبتورز. خلاص انا قلت لكم بري سينابتيك ريسبتور بقيت المعلومه المفروض معاكم. بري سينابتيك ريسبتور احنا عرفنا البري سينابتيك ريسبتور بيبقى دورها ايه؟ بدورها بانها تعمل ريجوليشن للنيورو ترانسميتر اللي خارج من النيورون اللي هي موجوده عليه ده، سواء كانت بتعمل ريجوليشن لنفسها، يعني مثلا النيورون ده بيطلع استايكولين فهيعمل ريجوليشن لنفسه، دي بنسميها اوتو ريسبتور، او هيجي مثلا الدوبامين هو اللي يمسك على الريسبتورز دي فيعمل لها انهيبيشن فده نسميها هيتيرو ريسبتورز.
طيب اماكن وجود النيكوتينيك ريسبتور، النيكوتينيك ريسبتور زي ما قلنا ان هي بتكون موجوده بريفرال وبتكون موجوده سنترال. عندنا في البريفرال في الان ام، ده بيكون موجود في السكليتال ماسل، ده النوع اللي هو الان ام، بيبقى بين النيرف والماسل، بين النيرفز وبعضها والادرينا المدلله، قلنا ان احنا بنعتبرها كوحده نيرفز يعني، فنلاقيها موجوده في الادرينا المدلله وموجوده في الاوتونوميك جانجليا. موجوده فين؟ في البرين، موجوده في النيو كورتكس والهيبوكامبس، سالاموس، سترييتم، هايبوثالاموس، سيريبيلم، سبستانشيا نيجرا، فينترال تيجمنتال اريا، ودورزال ريف نيوكليوس. احنا عايزين بس نحفظ يعني الحاجات دي مش مهمه يعني، برضو مش عايزه اقول مش مهمه قوي، بس برضو نبص عليها، بس في حاجات اهم محتاجه ناكد عليها زي البروجكشنز بتاعه الدوبامين، والاوريجين بتاع كل باسوي بيكون جاي منين في بقيه الباسويز وهكذا. النيكوتين ريسبتورز طيب بيشتغل على ايه؟ فانكشن مهمه، الفانكشن ان هو بيشتغل على الكوجنيتيف فانكشن سبيشالي وركينج، بيشتغل على الميموري والاتنشن والبروسيسنج بتاع السبيد. النيكوتين بيقوله لا، ان هو بيعمل امبروف الاتنشن بتاع الديفيزيت، يعني مثلا لو واحد بيقول انا هشرب سجارة عشان اركز، عشان انا مش مركز. العيانين اللي بيكون عندهم ADH، احنا لقينا احنا قايلين معلومة ان النيكوتينك ريسبتورز بيحصل لها استيميليشن بسمول دوزز من النيكوتين وانهيبيشن بلارج دوزز من النيكوتين، فهم لقوا فعلا ان هم لما بياخدوا نيكوتين بسمول دوزز كده الاتنشن بتاعهم بيزيد ونسبة التركيز بتاعتهم بتزيد، فعشان كده هما بيكونوا عرضة للأدكشن، لأن هما بيفهمين بقى خلاص ان النيكوتين ده بيزود فيزودوا الجرعة، كمان غير ان هما يزودوا الجرعة بياخدوا، لو هما مثلا مزودوش الجرعة بياخدوا الجرعة دي بنسبة قليلة بس على فترات بعيدة، فبيحصل للأدكشن. فهو دوت الفايندنج اللي لقوها فعلا ان النيكوتين بيزود الأتنشن، واستخدم برضو لعلاج الاي دي اتش اللي هو مرض فرط الحركة، ان هما مبيكونش عندهم أتنشن، فلما بياخدوه بسمول دوزز بيحصل ايه؟ ان هما الأتنشن بتاعهم بيزيد شوية. برضو له دور في الزهايمر، لما بيحصل في يعني يحصل ديكريز في النيكوتينيك ريسبتورز اللي بتكون موجوده في الكورتكس وموجوده في الهيبوكامبس. دي كده بالنسبه للفانكشنز بتاعه النيكوتين. النيكوتينيك ريسبتورز اللي هو بتكون موجوده في البرين، ودي طبعا مهمه جدا لان الماسكولينيك ريسبتورز دورها في البرين مش كبير قوي. عرفنا الام واحد دورها في البرين ايه؟ اللي هي الميموري والساينابتيك بلاستيسيتي، وقلنا عرفنا الام 4 دي بتعمل ايه. ام 3 وام 4 دول كانوا بري ساينابتيك انهبيتوري، وام 4 كان ليها دور اللي هو انتاجونست لي الدي 1 دوبامين ريسبتورز. طيب دور يعني الاكشن او الدور الرول بتاع الاستايل كولين عموما في البريفر بتاع الجسم، هو بيكون موجود في كل البري ساينابتيك نيورونز، يعني بيكون موجود في سواء سمباثيك او بارا سمباثيك، فاللي بيطلع من البري ساينابتيك نيورونز ديت ماشي، بيكون البري ساينابتيك ده بيكون استايل كولين، سواء كان البوست ساينابتيك ده بارا سمباثيك او سمباثيك عموما، فكل دايما الاستايل كولين هنا بيكون هنا طبعا موجود في كل البارا سمباثيك، ما عدا حاجتين اتنين بس، ما عدا بس السكريتوري السويت جلاندس والبلاد فيزلز، بياخدهم السمباثيك بس برضو بيطلعوا اسيتايل كولين. يعني السويت جلاندس بتشتغل لما تبقى سمباثيك شغال، والبلاد فيزلز بتاعت المصل بيحصل لها فازو دايليتيشن لما سمباثيك بيبقى شغال، على عكس معرفتنا بسمباثيك ان هو بيقلل السكريشن. فبيحصل ايه؟ ان انا دلوقتي انا في لما السمباثيك بيبقى شغال انا بعمل حركه وبجري، فعايزه اطلع الحراره من الجسم ديت، فببقى محتاج السويت جلاندز تشتغل معايا مع السمباثيك، رغم ان هي سكريتوري بتبقى مع البارا سمباثيك اللي هو اصلا شغلته ان هو سكريتوري موتور تمام. وكذلك البلاد فيزلز، ما عارفين اصلا ان الادرينالين بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن البلاد فيزلز، بس انا عايزه البلاد اللي جاي للسكليتال ماسلز اللي هي بتتحرك وبتعمل الشغل ديت يكون زياده، فبحط فيها ان الريسبتورز بيكون فيها استايل كولين عشان يعمل لها فازو دايليتيشن، فهي بتبقى سمباثيك بتشتغل مع سمباثيك بس بتطلع برضو استايل كولين. يبقى احنا كده خلصنا الاستايل كولين، عرفنا كل العناوين اللي احنا كنا عايزين نعرفها عنه، الديترمينانتس بتاعته الاربعه، عرفنا الباسويز والبروجكشنز، عرفنا الريسبتورز والفانكشن، عرفنا الفانكشنز بتاعته الماسكارينيك ريسبتورز بتعمل ايه، وكل يعني الام واحد مثلا بيعمل ايه، النيكوتينيك ريسبتور عرفنا بتعمل ايه وتوزيعها ايه. الفانكشنز دي مهمه جدا، نركز على الفانكشن، وبعدين عرفنا الفانكشن عامه اللي هي بتكون في البريفرال سيستم. نتكلم عن الابينفرين،
الابنفرين احنا خدنا تكوينه كتير في الفارما وكده. هو بيبدأ البريكورسر بتاعه بيكون ترايزوزين، بيتحول بالتيروزين هيدروكسيليز لدوبا، ومن الدوبا دي هيدروكسيليز للدوبامين. تمام، الدوبامين ده كده لحد هنا ده تصنيع الدوبامين اللي احنا هناخده كمان شوية. بعد كده بيتحول دوبامين بنحط عليه بي هيدروكسيليز يتحول لنور ابنفرين. وما بيتحولش الابنفرين بقى غير في حتتين اتنين بس، في مكانين اتنين بس، في نايل الابنفرين ده مش بيكون بس غير موجود غير في الادرينال جلاند، يعني ما بيتحولش النور ابنفرين لابنفرين غير في الادرينال جلاند، غير كده في الجسم بيكون ماشي بنور ابنفرين ده بيستورد في الادرينال مظلة. طيب الميتابوليزم الكاتابوليزم بتاعه احنا بيقولنا بيحصل له ري ابتيك، بيحصل له كاتابوليزم بثلاث حالات، بيحصل له ري ابتيك او بالاثنين ري ابتيك وبيتكسر. والانزيمز اللي بتشتغل على عملية الدي اكتيفيشن بتاعته عندنا الماو والاي دي والكومت. النور ابنفرين مش احنا قلنا ان هو بيبقى سمباثاتيك، فطالع من كل البوست جانجليونيك سمباثاتيك فايبرز ما عدا بس السمباثاتيك فايبرز بتوع مين اللي احنا سألناهم من شويه، الجلاندس اللي هو السويت جلاندس والبلاد فيزلز بتاعه السكيتر ماسلز. بيكون موجود فين؟ مهم قوي. الاوريجين بتاع الادرينالين بيكون موجود فين؟ موجود في اللوكس سيريولس. المعلومه دي مهمه جدا. الاوريجين بتاع اي باثوي مهم ما عدا الدوبامين مهم اوريجين وتوزيعها. تمام، يبقى الادرينال بيكون جاي من اللوكس سيريولس. رايح لفين بقى؟ رايح للسباينال كورد، سيريبيلم، بارا فنتريكولار، ورايح للسوبرا اوبتيك وبري اوبتيك فنتريكولار نيوكليوي بتاعه الهايبوثالاموس، ورايح للثالاموس والتيفالون. الرول بتاع بقى النور ادرينرجيك في السايكاتري، الهايبوثيسيس ستيت ديت بتكون عباره عن ريدكشن في النور ابنفرين والدوبامين، وده لما بيقلوا الاثنين مستواهم في الجسم بيحصل ديبريشن، الشخص ده بيكون عنده اكتئاب. اما النور ابنفرين اكتيفيتي بيعمل مانيا. الانتي ديبريسنت دراجز عشان خاطر احنا قلنا قله النور ابنفرين بيعمل ديبريشن، فالانتي ديبريسنت دراج بيبقى غرضها ان هي تعمل ترانسميشن للنور ابنفرين ان هو يكون موجود بشكل زياده. نور ابنفرين بيكون له دور في الانكزايتي ازاي؟ قال لي لما بيبقى في حاجه اللوكس سيريولاس دي بيكون مثلا فيها تيومر او عيب او حاجه، فتبدا تعمل باروكسيزمال اتاكس كده، يخرج منها نور ابنفرين على شكل باروكسيزمال اتاكس، يعني بيكون بشكل مؤقت وبتبقى في صوره اتاكس، تعمل بانيك اتاك مع يتزامن مع خروج الباروكسيزمال اتاكس بتاعت النور ابنفرين الخارجه من اللوكس سيريولاس دي. نيجي للدوبامين، والدوبامين ده يعتبر اهم حاجة عندنا لازم نذاكره كويس، سواء كان الفانكشن بتاعته او السيكاتري ديس اوردرز او الباثوي سواء اوريجين او ديستربنس، فنركز على الدوبامين قوي. تمام، هو نفس التكوين بتاع النور ابنفرين، بدأنا بالتيروزين وبعدين رحنا للميثايل دوبا ماشي بالتيروزين دي هيدروكسيليز، وبعد كده كونا الدوبامين. بيجي منين بقى الباثويز بتاعته؟ عندنا اتنين ميزوليمبيك، واحد ميزوليمبيك باثوي بيكون في الميزوليمبيك، والتاني بيكون ميزو كورتيكال، وبعد كده عندنا مايكرو سترايل، بعد كده في تيوبرو انفانديبولار دوبامين باثوي، وفي سلاميك دوبامين باثوي. الميزوليمبيك ده بيكون جاي منين ورايح فين؟ يبقى الاوريجين ديت الاوريجين اللي هو ميزوليمبيك وميزو ميزو، يبقى الميزو الاثنين وجاي من المارجينال والتيوبرو فانديبولم انفانديبولم ومن الثالاموس، دي الاوريجينز بتاعته. رايح فين؟ ده جاي من الفنترال تيجمنتال اريا بالظبط، ورايح للنيوكليوس اكامبس. تمام، اما الميزو كورتيكال جاي برضو من الفنترال تيجمنتال، يبقى عندنا اتنين طالعين من الفنترال تيجمنتال اريا بس رايح فين؟ في البري فرونتال كورتكس. التالت بيكون جاي من السبستانشيا نيجرا ورايح للسترايتم بيزاليس بتاعه الجانجليا، والرابع بيكون جاي من الهايبوثالاموس بتاع الانتيريو بيتيتري،
ولو وظيفته يبقى جاي من الهايبوثالاموس بتاعت اللي هو بتاعت الانتيريور بيتيوتري، والثلاميك بيكون جاي من مالتيبل اوريجينز، جاي من البري كوادكتال جراي وفنترال ميدينو فالون والهايبوثالاميك نيوكلياي واللاترال بارينكيما. طيب احنا الدوبامين اصلا اشهر كلمة فيه واهم وظيفة للدوبامين ان هو بيكون اللي هو بيكون ريورد اند موتيفيشن، ده بيكون اللي هو بنسميه البليجر كيميكال بتاعنا، بس هو بيبقى ايه اللي هو بيكون ريورد، يعني انا اتكافئت ان انا ريوردت على الحاجة ديت فيلا نعملها نعمل مور منها، يا اما انا بانشت فمش عايزين نعمل الحاجة دي تاني. مين المسؤول من انهي بروجكشن بتاعت الدوبامين او انهي باثويز بتاعت الدوبامين على المين فانكشنز بتاعته اللي هي الريورد اند بانشنج سيستم؟ هو الميزولمبيك. بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا الشخص دوت لما عمل حاجة معينة وحصل له ريورد عليها فهو خلاص سجلت عنده بوزيتيفيتي ان هو الحاجه دي كويسه فيلا نعملها تاني او نكررها تاني. لو هو بانشد عليها لا اللي هو ما تعالى ما نعملش الحاجه دي تاني. الاوفر اكتيفيتي بتاع بقى الميزولمبيك باسوي دوت بيعمل لنا اسكيزوفرينيا. طيب الدور بتاع الميزوكورتيكال بيتقسم لفنترال ودورزال. تمام، الدورزال بيكون وظيفته ان هو يعمل ريجوليت للكوجنيشنز، اما الفنترال بيكون يعني وظيفته ان هو يعمل ريجوليشن للايموشنز والافكتس، يعني الشخص تاثيرات الشخص والايموشنز بتاعته وردود افعاله على المواقف وكده. المايكرو استرايل بيكون دورها موتور، لها موتور كنترول ماشي، والنقص بتاعها بيعمل باركنسونيزم. وهنا بتاعه الديبرو انفيم ديبلوم اللي بيكون طالع من الانتيرو بيتيوتري اللي هي بتطلع برولاكتين، فهو دوره ان هو بيقلل السكريشن، بيكون انهبيتور افكت يعني يقلل السكريشنز بتاع الايه بتاع الدوبامين. واخر واحد ما ذكرليش فانكشن بتاعته. يبقى احنا عندنا ايه الفانكشنز بتاعه الدوبامين؟ فانكشن عندنا ريورد سيستم وبانشنج سيستم، ده بيكون مسؤول عنه الميزولمبيك. عندنا بيكون مسؤول عن الكوجنيشن وعن الريجوليشن بتاع الايموشنز، وده بيكون مسؤول عنه الميزوكورتيكال. تمام، عندنا ان هو بيكون لو موتور فانكشن ولو قلت يعمل باركنسونيزم، ده اللي مسؤول عنها مين؟ المايكروسترايل دوبامين. يقلل برولاكتين، وده مين المسؤول عن تقليل البرولاكتين؟ هو التيوبيرو انفانتيبولار دوبامين باسوي. دي كده بالنسبه للباسويز والفانكشنز بتاعه الدوبامين، والسلايد دي مهمه جدا جدا جدا. الدوبامين ريسبتورز بقى هم 5 سب تايبس، بيتقسموا لدي 1 لايك ودي 2 لايك. الدي 1 الاولاني والاخير اللي هو 1 و5، ودول بيكونوا موجودين بوست سينابتك بس، واكسايتاتوري ان هم بيعملوا تحفيز ان هم بيعملوا دي بولاريزيشن. اما دي 2 لايك ريسبتورز دي بتكون عبارة عن اللي في النص اللي هما دي 2 و3 و4، بيكونوا موجودين بوست سينابتك وبري سينابتك، ويكون دورهم انهيبيتوري، والاكتيفيتي بتاعتهم لو زادت يعملوا اسكيزوفرينيا. يبقى احنا خدنا التو اكتيفيتيز، لو زادوا في الدوبامين هيعملوا اسكيزوفرينيا، لو زاد الاكتيفيتي بتاع الميزولمبيك باثوي بتاع الدوبامين ده كان عرضة ان هو يعمل اسكيزوفرينيا. وهنا برضو لو زاد الاكتيفيشن بتاع دي تو لايك ريسبتورز بتعمل ايه؟ اسكيزوفرينيا. الديستربنس بقى اللي بتحصل في لو حصل يعني مشاكل في الباثويز بتاعت الدوبامينرجيك سواء بزيادة او بالنقص. الميزولمبيك باثوي، مش احنا قلنا الميزولمبيك باثوي ده مسؤول عن الريورد والبانشنج، فهو بيبقى عندي فيه بوزيتيف سيمبتومز وعندنا نيجاتيف سيمبتومز. البوزيتيف سيمبتومز ان الشخص ده يبقى عدائي كده، اللي هو بيبقى يعني ويكون اناني، اللي هو عايز ان هو بس اللي يحصل له تحفيز، هو بس اللي يحصل له ريورد، هو بيبقى عايز كل حاجه يعملها يبقى ريوردد عليها او كده. فده بيكون بوزيتيف سيمبتومز اللي هو الزياده كده في الاكتيفيشن بتاع الميزولمبيك باثوي. اما النيجاتيف ان هو بيكون الموتيفيشن مش مؤثر فيه، هو مش مهتم ان حد يقول له اصلا موتيفيشن او كده.
الميزوكورتيكال مش احنا قلنا كان عندنا دورزال وفنترال، وال الدورزال كان مسؤول عن الكوجنيتيف، فهو بيحصل الكوجنيتيف بيبقى ديتوريشن، ما بيبقاش اللي هو مش محدد هو فين او عايز ايه او هو بيعمل ايه. وبرده الفنترال ده بيأثر على الايموشنز بتاعته، وان هو يحصل له افكت وكده. النيجرو كان مسؤول عن الموتور، تمام، فكان يحصل باركنسونيزم لو اتأثر، لو هو حصل فيه ديستربنس او هايبركنيزيا زيادة الحركة، او ديسكاينيزيا اللي هو نقص الحركة. خلصنا كلامنا عن الدوبامين، والدوبامين كان مهم جدا، مهم جدا قوي الباثويز بتاعته سواء اوريجين او بروجكشن الاثنين، والفانكشنز بتاعته مهمة جدا، فنركز على الدوبامين. نيجي لاخر واحد عندنا في المحاضرة، هو السيروتونين. التركيبة الكيميائية بتاعته اللي هو 5-هيدروكسي تريبتامين، هو بيكون اندولاماين، يعني نوع من الامينو اسيد اسمها اندولاماين. البريكورسر بتاعه هو التريبتوفان. النيورونز بتاعته بتكون جاية من ايه، من الراف نيوكلييتد وتروح للوايد اريا. الاوريجين ده مهم جدا، يبقى الاوريجين بتاع السيروتونين فين يا جماعة؟ في الراف نيوكليوس، ماشي، ورايح للوايد اريا بتاعت البرين. يبقى اهم حاجة نأكد عليها هنا، السيروتونين هو بيكون في الراف نيوكليوس. بيكون له دور بقى في المود والابيتايت والسليب والفوميتنج، ده يطور الفانكشن بتاعته. الهايبو سيزيس ستيت بقى، مش احنا سائلين ان هي كانت برضو بتكون عبارة عن، كانت جزء منها الدوبامين والنور ابنفرين شوية. هنا كمان كان في بالانس بين النور ابنفرين والسيروتونين، هما بيعملوا بالانس للحالة دي ويظبطوها. الباثويز بتاعته احنا قلنا اهم حاجه بس ان هو كان جاي منين، ان هو كان جاي من الريف نيوكليوس. الباثويز بتاعته بقى رايح، بيكون في يا كلاسترد في الميد لاين بتاع الريف نيوكليوي، يا بيعمل انرفيشن للدورزال هورن. هنا بيتقسم لروستال نيوكليوي وكودال نيوكليوي. دي بتكون رايحه بتروح للبرين كله، اما هنا بتروح بس البروجكشن بتاعتها بتروح لثلاث حتت، بتروح للمدلة والسيربيلم والسباينال كورد بس. هنا الانرفيشن بتاع الدرز الهورن ده بيكون له دور في ان هو يعمل سبريشن للنونيسبتيف باسويز، اللي هي البين باسويز سواء فوست او سلو، بيكون ريليتد ان هو يعمل ريليف للافكت بتاع السام انتي ديبريسانت. الكونتينويشن بتاعته في اللي هي روسترال ميد برين كلاسترز سيلز، اللي هي الريف نيوكليوي، ودي بتروح في كل الميد برين، وبتبقى عبارة عن 80% من الريسبتورز او الانرفيشنز اللي بيكون في الفور برين بتاع السيروتونين. وبتبقى بقى بروجكشنز، نحفظ البروجكشن نقراها بس كده، للبري فرونتال كورتكس والبيزل فور برين والسترياتم والاكام ونيوكليوس اكامبس وهكذا. اما الميديان ريف نيوكليوس، ويبقى عندنا الروسترال ميد برين، ميديان ريف نيوكليوس، دورزال ريف نيوكليوس، واذر سيستم. ان الميديان ريف نيوكليوس بتبعت البروجكشنز بتاعتها للليمبيك سيستم، منها الهيبوكامبس، والدورزال بتبعت بريدومينانتلي تروح للسترياتم والثالاموس، وبترجكت النيوكليوس بتاعتها في خلال الايه، الميديان برين. نيجي للاذر سيستمز. السيروتونين ريسبتورز بتكون عبارة عن 7 ريسبتورز 7 سب تايبس، وكلهم بيبقوا ميتابتروبيك، اللي هما بيكون جي بروتين ريسبتورز، او اللي هما بيكون لهم سكندري ميسنجر اللي هي سلو ريسبتورز، ما عدا بس التالت اللي هو الريسبتور رقم 3، هو ده اللي بيكون الانوتروبيك. رقم واحد بيكون له كمان سب تايبز، يبقى 1A 1B 1D 1E 1F. السيروتونين ريسبتورز 6 و8 و5 و7 دول بيكونوا موجودين في الليمبيك سيستم، ولهم هاي افينيتي للانتي ديبريسنت، يبقى هم بشغلهم بيشتغلوا على الانتي ديبريسنت. وال 1A بلاقيه في البوست سينابتيك ميمبرينز بتاعت الفور برين نيورونز، وبرايمري ان هو يكون في الهيبوكامبس والكورتكس والسيبتم، اند السيروتونينرجيك نيورون ديت الفانكشن بتاعتها بتكون انهيبيتوري، اللي هي اوتو ريسبتورز. تاني عايزين نعرف ايه عن الريسبتورز بتاعت السيروتونين، هما 7 تايبس.
تمام، كلهم السبعة بيكونوا ميتابوتروبيك ما عدا رقم 5. دي أول معلومة. المعلومة التانية إن رقم 1 بيكون له سب تايبز تانية، ليه A و B و D و E و F. اللي هيهمني ايه دلوقتي هيقابلني هعرف عنه معلومتين اتنين كمان. هعرف ان السب تايب 1 ايه دوت بيكون موجود في بوست سينابتيك ميمبرينز بتاعت الفور برين والهيبوكامبس، تمام. وفي الكورتكس والسيبتم بيكون وظيفتهم ان هما بيكون انهبيتوري اوتو ريسبتورز. ده بالنسبه لتايب 1 ان هو بيكون له سب تايبز ومنه المعلومتين اللي احنا عايزينها. رقم 6 و8 و5 و7 دول بيكونوا موجودين في الليمبيك سيستم ولهم افينتي عاليه قوي للانتي ديبريسنت، يبقى بنشتغل عليهم لما يبقى عنده ديبريشن وعايزين ندي انتي ديبريسنت بنشتغل عليهم، يبقى الادويه بتشتغل على دول كانتي ديبريسنت. عندنا بقى السيجنيفيكانت انترست لل 1A تاني ان هو ممكن يكون له موديوليتور اوف البوس، يعني بيقدر ان هو يتحكم في الانكزايتي والديبريشن. يبقى احنا عرفنا دلوقتي لحد دلوقتي ان هما 7 تايبس كلهم ميتابوتروبيك ما عدا الخامس. السب تايب الاولاني اللي هو رقم 1 بيكون له سب تايبس A و B و D و E و F. السادس والثامن والخامس والسابع دول بيكونوا موجودين في الليمبيك سيستم ولهم افينيتي للانتي ديبريسنت. ال 1A بيكون موجود في البوست سينابتيك ميمبرينز بتاعت مين؟ بتاعت الفور ميمبرين والهيبوكامبس. واللي بتكون موجودة في الكورتكس والسيبتم بتكون مسؤولة عن الفانكشن، بتكون لها انهبيتور فانكشن اوتو ريسبتور. سيجنيفيكانت انترست بيكون له يعني حاجة مهمة جدا، وظيفة مهمة تميزه عن الباقي اللي هو ال 1A ده، ان هو بيكون له موديوليتور رول، بيبقى يقدر يعمل موديوليشن للانكزايتي والدبريشن. اخر حاجة اللي هو الخمسة تي تلاتة، رقم تلاتة دوت بيكون ايه؟ بنلاقيه موجود في البوست تيرما اللي هو في اللي بتعمل انديوسنج الفوميتنج. فبنستخدم الادوية اللي بتكون سبيسيفيك لرقم تلاتة ان هو بيكون انتي ايميتك ايجنت، بتكون الانتاجونست بتاعتها ان هي انتي ايميتك ايجنت بتمنع الفوميتنج. كمان قالوا ان هو يعني دلوقتي لسه يعني معتقدين او بيكون اندر الايفالويشن بيشوفوا دوره كانتي انكزايتي وكمان ودوره في الكوجنيتيف انهانسنج، بس هما لسه ما اكدوش دوره في ده، بس هما لسه بيختبروا يشوفوا دوره هيبقى له فعلا دور في ان هو يكون انتي انكزايتي او كوجنيتيف انهانسنج ايجنت ولا لا. بس هو الاساسي والمتعارف عليه ان هو الانتاجونست بتاعتها بتكون انتي ايميتك. اخر حاجه هنتكلم عن الرول بتاع السيروتونين في السايكاتري. نيجي يا دكاترة السايكاتريك ديس اوردرز بتاعت السيروتونين بيعمل افكتيف ديس اوردرز واوبسيسيف كومبلسيف ديس اوردرز وسكيزوفرينيا ومايجرين هيدكس. هو بيستخدم الاجونستس بتاعت السيروتونين بيستخدم كعلاج في عمليه في الهيدك، تمام. وكمان ان هو بيكون السيروتونين قلنا زيه زي الدوبامين زي النور ابنفرين له دور في الهايبوثيزيس ستيت. وكمان هو يعني بيساعد على النوم، يعني بيعمل ريجوليشن للنوم للسليب والووكينج سايكل. فهو لو قل قوي هيعمل انسونيميا، ولو زاد انسونيميا اللي هي ارق مش عارف ينام، ولو زاد هيزيد هتزيد فترة النوم بتاعت الشخص ده. اسكيزوفرينيا قلنا ان احنا بنستخدم انتي سايكيك دراجز في الموضوع ده، ولقينا ان احنا لما بدي انتاجونست لي او بقفل الريسبتورز بتاعت الدوبامين وبتاعت بتاعت السيروتونين بيبدا يتحسن حاله الاسكيزوفرينيا ديت، وبرده في الاسيتايلكولين لو اديته، بس اهم حاجه اللي هو الدوبامين والسيروتونين. في اللي هو الافكتيف ديس اوردرز دي معنى اخر حاجه اللي هي افكتيف ديس اوردرز بيكون اسوسييتد مع السيفير ديبريشن. ريسنت ستاديز انديكيت ان انا بلاقي ايه عندي لما بتقل السيروتونين. مش احنا كنا قايلين لسه ان هو بيعدل المود وكده؟ السيروتونين اللي هو اسمه هرمون سعيد زيه زي الدوبامين، لو قل هيبدا يدخل في انتي ديبريسنت الريسبتورز لما بتقل، تمام. يبقى احنا كده ان شاء الله خلصنا كل النيورو ترانسميترز. قلنا هنأكد على ايه، محتاجين نأكد بس على الدوبامين كويس كل حاجة فيه، سواء function او سواء disorders او سواء pathways origin و projections رايح لفين. بقية pathways عايزين بس نعرف ال origin بتاع كل واحد هو ايه و functions بقيتهم، وكمان psychiatric disorders.
بقية الباثويز بقى نعرف قلنا الاوريجين، ونقرا اللي هي البروجكشنز المقامات الرحلية، لان هي كلها معظمها متشابهة، حتى الدكتورة قالت ان هي مش مهمة فعشان هتبقى صعبة عليكم، بس نحاول نقراها برضو ونأكد على الحاجات المهمة، يعني ما نضيعش وقتنا في الحاجات المش مهمة ونسيب المهم. وبالتوفيق يا دكاترة.